انظروا، لقد انتصرنا والمشركون يفرون ويتركون خلفهم الغنائم والأسلاب. لنهبط لنحصل على نصيبنا من هذه الغنائم. فلما رأى خالد بن الوليد بعد ذهابه نزول الرماة من أعلى الجبل، التف بجيشه مرة أخرى راجعا ليأخذ أماكن الرماة أعلى الجبل، فقتل من تبقى منهم بعد نزولهم وتقدم بجيشه. شب القتال مرة أخرى بينهم، وأخذ حمزة والصحابة يقاتلون بقوة حتى جاءه وحشي فرماه برمح فقتله. فانعكس فعل معصية الرماة على المعركة، فبعد أن كانت في صالح المؤمنين تحولت لتصبح لصالح المشركين. فر جمع من المسلمين إلى المدينة بعد سماعهم إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الفارون لا يلوون على أحد بالرغم من دعوة الرسول صلى الله عليه وسلم بالثبات معه. ولم يبق مع النبي إلا 12 رجلا من الصحابة، منهم أنس بن النضر. أشهد أن لا إله إلا الله. يا إلهي، لقد أصيب النبي صلى الله عليه وسلم، شج وجه رسول الله وكسرت رباعيته وجرحت وجنتاه وشفته السفلى من باطنها. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يمسح الدماء عن وجهه الشريف ويقول: كيف يفلح قوم شجوا وجه نبيهم وهو يدعوهم إلى الله؟ فأنزل الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. ليس لك من الأمر شيء أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. وقد بلغ عدد الشهداء في أحد نحو 70 شهيداً، ويظهر ذلك في قوله تعالى: أولما أصابتكم مصيبة قد أصبتم مثليها قلتم أنى هذا قل هو من عند أنفسكم إن الله على كل شيء قدير. وقد مثل المشركون بجثث الصحابة، ودفن الصحابة شهداءهم في أحد بعد انتهاء المعركة، وبالرغم من ذلك عفى عنهم رسول الله ونهى عن المثلة، وقال صلى الله عليه وسلم: إن الله كتب الإحسان على كل شيء، فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة، وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبح، وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته. وقد خرج رسول الله بجيشه نحو ديار بني المصطلق عندما علم بخروجهم إليه. يا رجال، هل أنتم على قلب رجل واحد في قتال محمد؟ أنا كنانة بن الربيع. وأنا حيي بن أخطب. نحن زعماء بني النضير، كلنا معكم ونعاهدكم على قتال محمد. وأنت يا طه؟ أنا معكم وبنو أسد وكل جزيرة العرب ضد محمد.
إذن هي الحرب الفاصلة. فلما سمع بهم رسول الله وما أجمعوا عليهم من الأمر استشار أصحابه، وقد أشار عليه سلمان الفارسي بحفر الخندق في المنطقة الوحيدة المكشوفة أمام الغزاة في شمال المدينة. أما الجهات الأخرى فكانت كالحصن تتشابك فيها الأبنية وأشجار النخيل، وتحيطها الحارات التي يصعب على الإبل والمشاة التحرك فيها. وجدد النبي العهد مع بني قريظة على أن يحموا المدينة من الجنوب. نحن نحرس الخندق في دوريات متتالية، وحماية الجبهة الداخلية في المدينة، وطمأنة القلوب على الأهل والمال والأولاد، فقد وضعهم رسول الله في أحد حصون المدينة. صلى الله عليك وسلم يا رسول الله. كان المسلمون يخشون غدر يهود بني قريظة، فيقع المسلمون حينئذ بين نارين، اليهود خلف خطوطهم والأحزاب بأعدادهم الهائلة أمامهم. فخرج حيي بن أخطب النضري حتى أتى حصون بني قريظة، فلما سمع بكعب أغلق باب حصنه دون حيي، فاستأذن عليه فأبى أن يفتح له. ويحك يا كعب، افتح لي. ويحك حيي، إنك امرؤ مشؤوم، وإني قد عاهدت محمداً فلست بناقض ما بيني وبينه، ولم أر منه إلا وفاءً وصدقاً. ويحك يا كعب. فلم يزل حيي بكعب حتى سمح له في نقض عهده مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي محاربته مع الأحزاب. لقد غدر بنا يهود بني قريظة، وقد اشتد الحصار علينا. لقد تجمعت العرب على قتالنا، والمنافقون والوثنيون واليهود. إن رسول الله قد وعدنا بالنصر من عند الله، وأن الله منجز وعده، فلقد رأيت رسول الله يدعو عليهم ويقول: اللهم منزل الكتاب سريع الحساب، اهزم الأحزاب، اللهم اهزمهم وزلزلهم وانصرنا عليهم. فأعتقد أن محمدا سيصبر كثيرا على هذا.